الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حمودي، مدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه بالمدرسه التجريبيه الحديثه. مين فيكم نجلاه وابني؟ يا من يومين كنت بمصر لافتتاح رمضان مبروك الفيلم المصري، لقيت كتير الناس مبسوطين، كتير عالم، يعني حسيت انه عطوني معنويات يعني صحفيا، والناس يلي حضرت وهيك كتير مبسوطة عن جد، كتر خير الله. ايه؟ صورة فضيحة؟ لا دي نجلة. شوقي مدير اعمالي واستاذ رمضان مفروك ابو مدري شو حمودة. كيف لقيتي حالك بالتجربة الكوميدية الى جانب هنادي يعني؟ تعرف أنا في كتير شخصيات موجودة بعدها مخبية، الأفلام عم تعطيني يعني فرصة حتى فرج العالم أنا شو بعد عندي أشياء مخبية. أستاذ رمضان جا هنا وزعق وحذرني لو شفتكم ولا قعدت معاكم مش هيحصل كويس. بالكليب يعني مع رندا العلم قلت لها بدنا نعمل شيء عن جد كتير تلقائي وكتير عفوي وكتير مهضوم، يعني حسيت انه من ورا الفيلم حبيت حالي من هيدي بهالنقطة، مبسوطة كتير بالتجربة وعم جرب قد ما فيني، بركي بقدر كررها يا رب. عسيرة رندا العالم وجالة تحية، شو عم بتصوري مع أغنية؟ عم صور أغنية من الألبوم الجديد اسمها أنا عمري معك، هي ألحان جاد مهنا وكلمات محمد عبد النبي وتوزيع جامري رياشي. ألبومي بينزل ب 22 ديسمبر، يعني رح يكون كادو لعيد الميلاد وعيد راس السنة، وهي مناسبة كمان لعيد كل العالم بعيد الأضحى أكيد، وطبعا القادم براس السنة كمان وعيد الميلاد. أنا مبسوطة أنه الألبوم رح ينزل بهالفترة، وبتمنى من قلبي هو 8 أغاني بين مصري لبناني، يعني في توزيع جديد وفي مواضيع جديدة، بتشكر كل الأشخاص اللي اشتغلت معهم فردا توفيق دايما من ربنا، وأكيد من الناس يلي بحبوني يعني، وحتى الناس يلي ما عندهم أي نية يعني تجاهي، بتمنى أنه يحبوني بهالأفلام وبهالألبوم، لأنه عن جد عماد بقول لك بلا تربيح جميلة، وهيدا شغلي أكيد، بس كتير تعبت يعني صار لي 3 سنين بين تحضير الألبوم وبين الأفلام يلي أنا عملت 3 أفلام أذكر العالم، عن جد يعني بتمنى أنه يا ربي ألمس طعم النجاح بعيون الناس اللي عم يحضروا أو عم يسمعوا الألبوم. مرسي كتير لألك. أنت بتضربيني ليه بالأرنب؟ أنا بهزر يا مدام، ما بتهزرش؟ لا يا أختي بهزر. هنا في المدرسة عندني مش هتغني ولو ببلاش. كان معكم عماد هواري وعودي صوى للاستوديو.